السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم تحلية بدون فرن، كتجي رائعة وزوينة بزاف. كنتمنى أنها تنال إعجابكم. مكونات جد بسيطة واقتصادية في نفس الوقت. منطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. غادي نبداو على بركة الله، وغادي نحضر معكم الطبقة الأولى. غادي نوريكم دابا المقادير. غادي نحتاجو هنا البيسكوي، يعني الطبقة الأولى غادي نخدم بها فقط بالبيسكوي. طحنتو على هاد الشكل، كنخلي فيه دوك الطريفات باش يجيو مقرمشين. أنا غادي نوريكم كيفاش طحنتو. المهم هذه الطريقة اللي غادي نطحن بها البيسكوي. خديت هاد النوع ديال البيسكوي، مهم اي نوع بغيتو. درتو في بلاستيك وكنضرب فيه على هاد الشكل بالمدلك غير باش يتهرس شويه صافي. وغادي بحال كنطلق في العجينه، غادي نبقى ندلك فيه. مهم على هاد الطريقه. حتى يتهرمش كامل. إضافة على البيسكوي غادي ندير الكاكاو. مادام عندي البيسكوي اللون ديالو ابيض، غادي ندير عليه الكاكاو باش يبدل لي اللون. وعندي جوج معالق ديال الزبده مذابه وساشي ديال قهوه سريعه الذوبان. فقط اختياريه، اللي ما كيبغيش النكهه ديال القهوه ممكن يستغنى عليها. المهم غادي ناخذ شي اناء على هذا الشكل، غادي ندير فيه البيسكوي وغادي نضيف عليه الكاكاو. تقريبا درت هنايا شي معلقه كبيره، كيعطي نكهه رائعه مع البيسكوي. وغادي نزيد القهوه، انا ما درتهاش كامله، تقريبا درت غير النص ديالها. صافي دابا غادي نزيد الزبده، غنبقى نزيدها غير بشويه بشويه، ما نديرهاش مره واحده. وغادي نبدا نخلط. خاصها تجمع مزيان، ماشي تجمع مزيان يعني تماسك مع بعضياتها. صراحه ما ارتحتش بالمعلقه، ما كاينش اللي كيخدم لك حسن من يديك. وهنايا غادي نكمل غير بايديا، غادي نجمع هذا الخليط. نبقى ندلك فيه بحال هكذا حتى يتلبس ليا بهذاك الزبده. انتم كيف ما كتشوفوا هي راه ماشي مجموعه مزيان باش ما تجيكمش معجنه، ولكن الا جمعتوها بيديكم كتولي بحال هكذا، يعني ما كتهرش بسهوله. المهم انها تكون كتجمع لكم في يديكم. الا كانت خاصكم الزبده يعني على حسب البيسكوي، الا كان ناشف راه كيشرب لكم الزبده. انا هنا تقريبا درت غير جوج معالق كبار. صافي ناخذ هذا الاطار على هذا الشكل، المهم الشكل اللي بغيتو، يا مستطيل يا مربع يا طاير، بحال غادي نحطوه. غادي نحطو الخليط ديالنا هنايا، وغادي نحاول نضغط عليه حتى ياخذ لينا الشكل ديال المول او الاطار على هاد الشكل. غادي نمشي نجيب الكاس، هو اللي غادي نضغط عليه احسن من نبقى نضغط بايدي.
صافي غادي نضغط دابا بالكاس باش تجينا الخليط مسطح يعني في نفس المستوى، ماشي يجينا شي طالع شي نازل. حاول نسرحو مزيان في نفس الوقت انه كيتماسك مع بعضياتو، ما كيبقاش لينا مشتت باش الا قطعناه ما يبقاش يتفرتت لينا. صافي دابا غادي ندخلو الثلاجه اولا المجمد. الا دخلتو الثلاجه تقريبا تخليه فقط 10 ديال الدقائق، اولا الا درتو في المجمد خليه فقط 5 دقائق غير باش يشد لينا فراسو. صافي ودابا غادي ندوزو لطريقة التحضير ديال الطبقة الثانية اللي غادي نحتاجو فيها الحليب. هنايا عندي إترو لاروب أولا 800 مليلتر، المهم مدرتش الإترو كامل، درت 4 معالق ديال السكر سنيدة، والسنيدة كتبقى على حسب الذوق. درت نصف ساشي ديال السكر فانيلا، جوج معالق كبار ديال النشا أولا مايزينا، ودرت راس معلقة ديال الكاكاو غير باش نبدل اللون وصافي. ودرت هنايا جوج ديال الفلون، درت غير هاد الفلون عادي حيت هو اللي عندي دابا في الدار. المهم اول حاجه غادي نديرو في كاسرول الحليب، كيف ما قلت لكم انا ما درتش الاترو كامل، يعني ضروري تحيدوا منه واحد شويه باش تجيكم الكريمه عاقده. وغادي نضيف الكاكاو فقط لتغيير اللون، وغادي نضيف نشا او مايزينا. مايزينا الدور ديالها غير باش تقل لينا هاد الحليب وما يجيناش جاري باش ما يذوبش لينا هذاك البسكويت اللي كيكون لتحت. صافي هنايا درت هاد القهوه اللي خليت من الطبقه الاولى، زدتها هنايا باش تبدل لينا النكهه. صافي ونخلطوهم مزيان ونديرهم فوق عافيه ونبقى نحرك حتى توجد لينا. المهم صافي راه وجد لي دابا هذاك الفلون، وغادي ندير فوق هاد الطبقه الاولى شويه ديال التمر قطعته مربعات صغيره. كيبقى لكم الاختيار، الا بغيتو ديروه ديروه، الا ما بغيتوش ديروه ممكن تكتفيو فقط غير بهاد البسكوي والفلون، غير هو كيعطي نكهه زوينه، يعني جميع المكسرات كيعطيو نكهه زوينه في اي تحليه. نسيت ما قلتش لكم، الا بغيتو تسقيو الطبقه الاولى ديروا ليها سيرو، يعني هاد السيرو الا بغيتو ديروه غير بشويه الحليب والسكر سنيده. الا كان بسكوي حلو ما ديروش السنيده، الا كان حلو، الا ما كانش حلو ديروا السنيده. خليته واحد شويه غير دفى، ماشي دفى بزاف حيت الا دفى راه غادي يجمد، يعني غير تحيدوا منه هذوك البخار اللي كيكون طالع، نقص ما بقاش مجهد كيف ما الاول. صافي وغادي نخويه غير بشويه بواسطه هاد المغرفه، باش الا درت الكاسرونه كامله تقدر تقبل ليا هذيك الطبقه الاولى، يعني كنحاول نحط غير بشويه. هانتوما انا راه كنخلط فيه غير باش يبرد، ما نعطيش الحراره بزاف للطبقه الاولى. صافي وغادي نعاود نحط ثاني. صافي مباشره غادي ندخلها الثلاجه، ما غندخلهاش المجمد غير الثلاجه لتحت حتى تبرد. وبالنسبه للطبقه الاخيره كيبقى لكم الاختيار، واش بغيتوا ديروا دانيت فقط اولا ديروا شوكولات. انا درت شوكولات، درت معاه واحد شويه ديال الحليب،
هنا درت 15 قطعة ديال الشوكولات، درت شوية ديال الحليب، ودرت هاد الدانون غني ديال الدرهم، خلطت مع هاد الشوكولات باش ما تجيناش قاصحه بزاف، حيت الا درتو الشوكولات بوحدو والحليب فاش غديروها كطبقه اخيره غادي يجمد ليكم. صافي وغندخلها الميكرووند باش تذوب. ها هي الصلصه ديال الشوكولاته وجدات لينا، كتشوفوها كتجي على هذا الشكل، يعني هذاك دانون كيعطيها هذا اللون مغلوق كيجي زوين. وبالنسبه لهاد جيرفي كنديرو في البوش باش نزوق به من الفوق، يعني كيبقى تزيين على حسب ذوقكم. الا بغيتو تخليوها غير هكذاك وديروا عليها الفيرميسيل من الفوق ديروه، انا درته في هاد البوش وانا غادي نوريكم اشنو غادي ندير به. هنايا راه وجدات لي الطبقه الثانيه، راه جمدات وخرجتها من الثلاجه، راه كتشد لينا تقريبا ما عرفتش شحال ديال الوقت، ولكن راه كتشد لينا. من الاحسن تخليوها ساعتين باش تبرد مزيان وتشد فراسها، باش الا درتو هاد الطبقه الاخيره ما تخسرش لكم الطبقه الاولى، حيت هاد صلصه الشوكولا كتكون شويه سخونه. صافي وكنخويها عليها من الفوق على هاد الشكل، وكنحاول انني نوزعها على الاطار بسرعه، لحقاش راه كتبدا تجمد لينا مع الطبقه الثانيه كتكون بارده والشوكولا كتكون سخونه، يعني دغيا خصكم تدوروها. صافي ودابا غادي نبدا في التزيين وغادي نديرو على هاد الشكل. نحاول نخدم بسرعه قبل ما يجمد ليا الشوكولات الاسود. انا كنفضل نخدم بهاد جيرفي البيض، كيجيني حسن من الشوكولات البيض. الشوكولات دغيا كيجمد وبعد مرات كيصدق وبعد مرات لا، انا ما كيعجبنيش نهائيا الشوكولات البيض، يعني كنفضل التزيين ديال الكيك يكون بهاد جيرفي، وراه كيجي تماما بحال الشوكولا واحسن كاع. صافي كنبدا ندير خطوط على هاد الشكل من النقطه الوسطانيه وكنجبد حتى الاطار. انا الشوكولا راه بدات كتجمد ليا هنايا حيت ما زربتش بزاف. صافي وكيجي على هاد الشكل. نحاولوا نقربوا الخطوط لبعضياتهم، صافي وهي وجدات. دابا غادي نحاول نزول عليها هذا الاطار، نحيدو غير بشويه، ندخل الجناب بالسكين باش ما تخسرش لينا، وصافي ونطلع الاطار بشويه. شفتوها راها كتجي جامده وعاقده وراها كتجي ناجحه 100%. انا غادي نقطع لكم دابا واحد المورسو باش تشوفوه، راها كتجي زوينه لذيذه بزاف، ما غاديش تسخاو بها، كتجي افضل من الكيك، يعني كطبقه الاولى يعني بسكوي كيجي افضل من الكيك، وتحليه كتكون سهله مع كيكون هاد الصهد، يعني كتنفعنا بزاف. هانتوما كتشوفوا راه الطبقه الثانيه كتجي متماسكه ولذيذه بزاف، هذيك القهوه نسماتها والتمر حتى هو نسمها، والبسكوي من التحت راه جا مقرمش. فقط هذيك الطبقه اللي كتكون الفوق هي اللي تحاولوا داك الشوكولات تخليوه شويه جاري. هانتوما كتشوفوا راه كتجي لذيذه بزاف، ديكورها راقي حتى هو، كنصحكم انكم تجربوها. وكن
كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم والوصفة ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر ابوني للاشتراك في القناة، وكنتمنى انكم تفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي. نخليكم على خير، الى الوصفة المقبلة ان شاء الله.